Peut-être un cas de brasse, c'est pas d'ailleurs là. Je m'appelle Fedwa Misk, je suis journaliste. J'ai un penchant pour les causes féministes, oui. Quand même. Grand, je le précisais. Grand. Je précisais, le monde عنده علاقة بزاف بلو جونغ. On va l'expliquer par la suite avec Sana. On va lancer le débat. Français, l'arabia. On va essayer un petit peu de brasser large. Il y a une interprétation simultanée si vous avez besoin de traduction. Il a brisé tout ce que le mot l'oral librito. Malheureusement, quand je vais à mieux, il aurait un de comme S.I.L.A. ou la Xerahat, Aïe Loura. ممكن نتكلموا بها مرحبا بكم دونك هذا الكتاب اليوم pour moi est très important donc je l'ai lu avec plaisir j'ai eu la chance de le présenter lors d'une émission à la radio que je présente sur Radio 2M et j'ai accepté de le présenter aussi au salon à deux reprises de par l'intérêt qu'il constitue pour le Maroc aujourd'hui alors justement on va le poser à Sana El Haji, elle a le pourquoi d'une telle publication. Mais avant cela, je tiens à préciser que c'est un livre qui est issu d'un travail doctoral. C'est une thèse de doctorat qui a été soutenue en France sur la thématique de la sexualité préconjugale. يعني العلاقات الجنسية قبل الزواج. Ndokhlo directement le sujet, le vif du sujet avec Sana. La première question qui se pose d'elle-même, pourquoi ce sujet? يعني بزاف الناس كيقولوا لك Sana حتى لدابا واش la sexualité est une priorité. Pourquoi ce sujet? Je dirais toujours pourquoi pas. لحقاش منين شي شخص غادي يدير دراسه بحث على بزاف ديال المواضيع اخرى ما كنسولوش بالضروره علاش اختاريتي هذا الموضوع بالذات ومنين كنجيو المواضيع المتعلقه بالمراه بمقاربه النوع بالحقوق الجنسيه الى اخره كيتطرح التساؤل وبعض المرات الناس باش يعني يقويوا الحجه ديالهم في السؤال كيقول لك والبلاد فيها بزاف ديال المشاكل عندنا البطاله عندنا المشاكل ديال التعليم والبنيه التحتيه والديمقراطيه والمؤسسات وهذا الموضوع يعتبر وكأنه يعني بحال ان لوكس بحال ترف في البحث العلمي في حين ان اولا جميع المواضيع مادام الباحث عنده اهتمام بها وقادر يقدم لها مقاربه اكاديميه اللي كتخلينا نفهموها جميع المواضيع كتكون مهمه وبالنسبه لي انا هذا الموضوع كان مهم لانه كيمس الديناميكيه الاجتماعيه والتحولات اللي كاينه في البلاد على مجموعة من المستويات بما فيها العلاقات بالحريات الجنسية العلاقات المرأة بالرجل العلاقات ديال الوالدين بولادهم تأثير التكنولوجيات الجديدة على التنشئة الاجتماعية وعلى التنشئة الجنسية إلى آخره وبالتالي وكذلك نقطة أخرى هذا الموضوع غالبا كنناقشوه في التوتر في وسائل الإعلام وعلى المواقع الاجتماعية كاين سواء تيارات محافظة اللي كتقول لك لا وحنا المغرب والهوية الإسلامية والأخلاق ومجتمع محافظ وكاين تيارات اللي تدافع عن الحريات الجنسية ودائما فاش كيكون نقاش ما بين هالتيارات وخا هاد المقاربة اللي فيها ثنائية هي شوية سامبليست لأن المسألة أعقد من أننا نقولوا راه كاين الفريق مع وفريق ضد ولكن يعني بشكل عام النقاش ما بين هالطرفين كيكون فيه تشنج بزاف ملي بديت هذا الموضوع كان الهدف هو انني نحاول نعمل سكون بي ابري اون فرونسي اون اوبجيكتيفاسيون دي رياليتي سوسيال يعني نقراو المعطيات اللي عندنا في الميدان خارج مواقفنا الشخصيه واش حنايا مع الحريات الجنسيه واش حنا ضد واش حنا كندافعوا على المثليه واش حنا ضد المثليه غير نحاولوا نفهموا المعطيات اللي كاينه في الواقع كيفاش التمثلات ديالنا في المجتمع على الجسد جسد المراه جسد الرجل البكاره العذريه الى اخره كيفاش كنتكلموا عليهم الخطاب اللي كنستعملوه باش نتكلموا على العلاقات الجنسيه على التنشئه الاجتماعيه على التنشئه الجنسيه التربيه الجنسيه الى اخره وكذلك على مستوى الممارسات شنو اللي كيتغير في علاقاتنا اليوم
العاطفية والجنسية مقارنة مع السنوات اللي فاتت ومقارنة مع ربما مجتمعات أخرى قريبة أو بعيدة لنا؟ يعني بغيت نذكر أن هنا كنتكلموا على الجنسانية، ما كنتكلموش على الجنس، يعني ماشي كتاب على الجنس وإنما على الجنسانية، يعني كما قلتي التمثلات ديالها في الواقع والعواقب مع عواقب بون الامباكت اون توكا التأثير ديالها هو التأثير ديالها على العلاقات الاجتماعية. علاش السؤال ديالك مهم بزاف؟ لأن بزاف الناس كيختصروا أي عمل أكاديمي ولا إعلامي ولا برنامج تلفزيوني على ممارسة جنسية جسدية، في حين أنه هو الهدف ماشي ندرسوا الجنس كممارسة كيفاش كتم، بل ندرسوه عفوا كعلاقات هوياتية اجتماعية ما بين الأفراد إلى آخره، لأنه العلاقات الجنسية خارج الزواج كانت دائما موجودة في جميع المجتمعات وفي جميع المناطق الجغرافية إلى آخره، ولكن منذ حوالي واحد القرن تقريبا ولات هذه العلاقات الجنسية ماشي فقط في المغرب، في العالم كامل تنتج يعني قواعد وقواعد مضادة، دي نورم اي دي كونتر نورم، ولات كتنتج خطاب هوياتي، في حين شحال هذه كانت ممارسات. وبالتالي في هذا القرن اللي بدات فيها التغيرات حنا محتاجين نفهموا العلاقات الجنسية ماشي كممارسة ولكن كعلاقة هوياتية بالآخر، في بالعلاقة بالأفكار والتصورات اللي في المجتمع بالثقافة السائدة إلى آخره. وغادي نعطي واحد المثال، في واحد دولة إفريقية اللي هي أوغندا كيمكن البنات يكونوا عندهم علاقات متعددة مع بزاف ديال الشباب بدون ما المجتمع يعتبر بأن هذيك علاقة سيئة. علاش؟ لأن فيها ان كاركتير دو بيرمانونس، اللي فيها اليا افيكتيف، فيها مشاعر وفيها الدوام، وشنو اللي عندهم كيشوفوه بشكل سيء هو لي غولاسيون كوميرسيال بونكتويال، يعني واحد علاقة جنسية وحدة دارتها واحد البنت مع واحد الشخص وخدات عليها مقابل مادي، ولكن مادام العلاقة عندها طابع استمرارية وفيها واحد الجانب يعني عاطفي افيكتيف ما كينزعجوش منها. هذا يعني ان كل سوسيتي عندها لي نورم ديالها. هاد العلاقة هذه الا مشينا حطيناها في مجتمع سويدي ولا النرويجي ولا الامريكي ولا المغربي او السعودي ما غاديش نقبلوها. علاش؟ هنا كتوصلنا لواحد الخلاصة ديال ميشيل بوزون اللي كيقول لك ما كاينش الان شي مجتمع اللي عنده ممارسات جنسية طبيعية، دائما كيدخل الجانب الهوياتي والجانب الثقافي والجانب الديني والمرجعيات الفكرية والإيديولوجيات اللي كتأثر في تمثلاتنا. على داك الشيء حنا محتاجين نفهموا اشنو واقع عندنا في المغرب. alors effectivement حنا on a besoin de faire quelque part un état des lieux. oui. خصنا نعرفوا بعدا اشنو عندنا عاد من بعد نستخلصوا الاستنتاجات، نشوفوا فين غاديين، فين باغيين نمشيو، ويكون عنده استنتاجات. alors justement le livre ديالك était c'est un travail complètement scientifique. Tu as fait en sorte que voilà, c'est un travail complètement scientifique. Tu as fait en sorte d'éviter un petit peu d'avoir une posture idéologique, sachant que bon, peut-être les carves, l'agile, il y a Sahafia ou militante aussi pour les droits de la femme et les droits en général. Peut-être Aïgoulk Ntia, Khdemti Alahad Ksab, Dafi Al-Hurriyat Al-Jinsia. ولكن انت كتحد من الاول كانت عندك واحد لا ميثودولوجي دو طراي لي كتعتمد على دي في. دونك ديجا بغيت باختصار تهضري لي على كومون تو افي كومون تو ريزي سو طراي. هو طبيعيا ان كل واحد فينا، في الناس اللي جالسين هنا وفي الناس اللي ربما كيشاهدونا عبر قنوات اخرى، عندنا مواقفنا من هذه الامور هذه. ولكن انا التحدي بالنسبه لي كان منين بديت هذا العمل هو أنه نخرج من مواقفي الشخصية وماشي فقط من مواقفي أنا، لأنه مختلف أغلب ما غنقولش مختلف أغلب الأعمال اللي اشتغلت على موضوع الجنسانية في المغرب كتلقى فيها سواء لا موغاليزاسيون، يعني هذاك الخطاب ديال لا حشومة الأخلاق الهوية، سواء كتلقى هذيك لابخوج ميليتانت غوفونديكاتيف الحق في الحريات الجنسية، الحق في الحريات الجسد إلى آخره. أحيانا كنلقاو كذلك واحد لابخوج اكزوتيك اللي كيمكن يجيبوها مجتمعات غربيه بواحد التصورات استشراقيه على الدول الاسلاميه الدول العربيه شنو فيها الى اخره، او لا كنقدروا كذلك نلقاو اون ابروش دو فيكتيميزاسيون اللي كتكون فيها داك لي زاكتور سوسيو الافراد في المجتمع والفاعلين في المجتمع وخصوصا المراه كتلعب دور الضحيه. انا حاولت ما امكن، هذا كان تحدي بالنسبه لي واعتقد انني نجحت فيه الى حد ما، لانه في الكتاب من اول صفحه فيه الى اخر صفحه
ما كاينش موقف شخصي، ما كاينش لا موراليزاسيون، ما كاينش لا ريفونديكاسيون لو ميليتانتيزم، ما كاينش لا فيكتيميزاسيون. كنحاولوا نفهموا، ومع العلم ان حتى هذه المقاربه ديال محاوله الفهم ما سهلاش. علاش؟ لانه كاين فرق كبير عندنا في المجتمع ديالنا ما بين الممارسات الحقيقيه وما بين الخطاب اللي كتنينجوه الافراد. يعني الان الا شديت واحد الميكروفون وخديت الكاميرا ديال الاستاذه اللي واقفه بالكاميرا وبدينا كنسولوا الناس في هذه المنصه اللي واقفين معنا، الاغلبيه غنلقاو عندهم اجوبه في واحد التصنيفات معينه ديال لا وما يمكنش هذا الشخص يكون والمجتمع ديالنا. ولكن ملي كنمشيو اون كروز ان بو بلوس بروفونديمون كنلقاو بان الممارسات ماشي بالضروره هي الخطاب اللي كان اللي كيتنتج لينا. Alors, le cadre de référence sur le temps... L'état marji'i. L'état marji'i. Choukran, le sergent. Alors, l'état marji'i, من ناحية الزمن, حنا دابا كنهضروا على المغرب ديال aujourd'hui. Bien sûr, on se réfère toujours لواحد الماضي بعيد ولا لا المغرب ديال والدينا والى هضرتي مع الناس من هذيك لا جينيراسيون من هذاك الجيل غيقول لك لا حنا كانت عندنا الحشمه وكان عندنا الوغ كو انت عندك ان افي بارابور ا سيت كيستيون لا لان كتعرفي ان المغرب سي مورس ما تبدلوش ولكن يا دوطخ بارامتر اللي تبدلوا. خصني نتفكر بزاف د النقاط باش نقدر نجاوب على هذا السؤال. وغادي نبدا بان انيكدوت اللي ما عندهاش علاقه مباشره بالموضوع. واحد الصديقه ديالي قالت لي مؤخرا، قالت لها امها، هي جاوبت امها في شي حاجه وهي تقول لها امها وانا ما كنتش كنهز عيني في امي فاش كنت في دارنا، وهي تقول لها راه تزوجتي على 15 عام، خرجتي من دار امك وانت عندك 15 عام، انا راه عندي 32 عام دابا. هو هذه النظره هي مرتبطه بالموضوع ومرتبطه بكاع التحولات في المجتمع اللي عندنا. بزاف المرات كنسمعوا اوتور دو نو كيبقى يقول لك واش شحال هادي ما كانش هاد الشيء، واش شحال هادي كان الحياه. سي جوست كو بزاف ديال لي باغامتر تبدلوا ما بين شحال هادي وما بين دابا. وغادي نعطي اهم تمثل بالنسبه ليا لهذه المساله هما الارقام ديال التحول الديموغرافي في البلاد. في 1960 كانوا الناس في المغرب كيعيشوا الى حدود 42 سنه، هذا كان متوسط امد الحياه في المغرب. وكانوا النساء كيتزوجوا على 17 عام ونص والرجال على 24 سنه. وفي 2010 كان متوسط امد الحياه هو 72 او 73 سنه، والنساء كيتزوجوا على تقريبا 27 سنة والرجال 31 سنة. يعني ما بين 1960 إلى غاية 2010 واحد 50 عام تقريبا، بزاف ديال المعطيات الديموغرافية تبدلات. نقدروا ناخذوها فقط كأرقام ديال لو اش سي بي كيعطيها لنا، ولكن هذاك التحولات الديموغرافية كتعني بزاف الحوايج. مثلا في 1960 كانوا الناس كيتزوجوا بسنوات قليلة من بعد ما الجسد ديالهم كيبدا يتغير ويعبر على رغبات إلى آخره، وبالتالي هذا الموضوع ديال الجنسانية قبل الزواج ما كانش عنده وجود في المجتمع، لأن كانوا كيعيشوا عامين ثلاث سنين خمس سنين قبل ما بين مرحلة البلوغ إلى، وأحيانا كانوا كيتزوجوا حتى قبل. كانوا كذلك مثلا النساء كيتزوجوا في واحد السن معينة صغيرة باش تولد ويا ربي تشوف حفايدها، لان غادي تموت وهي عندها 42 43 سنه، متوسط امد الحياه كون هو 42 عام. فهاد الارقام هذه اللي كتغير ماشي هي مجرد ارقام، كتاثر على علاقاتنا بالاخرين. الان ولاو كيتاخروا سن الدراسه، كندخلوا الكليه، تاخر ديال سن الزواج مثلا لو سيليبا ديفينيتيف، يعني منين كنبقاو ما تزوجناش الى غايه سن 50 سنه. تخيلوا انه ما بين 1994 وما بين 2010، يعني مرحلة قصيرة، إلى دوبلي تمت مضاعفته بالنسبة للرجال، وتمت مضاعفته بثمانية المرات بالنسبة للنساء، وبعشرة المرات بالنسبة للنساء في العالم الحضاري. غير ما بين 1994 إلى غاية 2010، طبعا مؤسسة الزواج بقات مهمة في المجتمع إلى آخره، ولكن هذه المعطيات كلها كتخلي بزاف ديال الحوايج كتغير. من بين هاد الاشياء هو ان هاد الموضوع ديال الممارسات الجنسيه قبل الزواج ولا عندها وجود، فيا اما غننفيوها ونرفضوها، ويا اما غنقولوا راه المجتمع كيتحول في مجموعه من الامور، كيفاش ممكن نواكبوها؟ واذا سمحتي غادي نطول، ولكن غادي نعطي واحد المساله اخرى في اطار هاد الشيء ديال هاد الشيء ما كانش عندنا شحال هادي الى اخره. هو الممارسات راه كان دائما هي نفسها بطبيعة الحال، والمجتمع في كل جيل كيخترع المقاربات ديالو باش يتحدى داك الممارسات. وغادي نشوفوا هنايا واحد جوج الامثله. لو كونسيبت ديال الراقد
الجنين اللي كيبقى في البطن ديال امو عامين وخمس سنين، ومثلا عند الحنابلة الى غايه 10 سنين، كاين في مذهب اخر مدى الحياه. والى غايه 2003 فاش تبدلات مدونه الاحوال الشخصيه في المغرب، كان القانون المغربي كيعترف بالبنوه ديال الطفل اللي تزاد من بعد عامين وما والديه طلقوا او لا باه مات، ويتزاد عامين من بعد كيقدر يكون رسميا ولده. في التاريخ الرسمي ديال المغرب مولاي ادريس الثاني تولد عامين من بعد ما مات مولاي ادريس الاول. في التاريخ الرسمي ديال المغرب مولاي ادريس الثاني هو راقد. ملي كنعرفوا ان علميا هذا الشيء هذا ما يمكنش، كنفهموا بان المجتمع كان كيخترع طرق ديالو باش هذا الشيء. كان يعني في الجزيره العربيه قبل من الاسلام، يعني هذه 15 عام سيتي اون مانيير باش نخبيو على واحد المراه اللي راجلها مات ولا كان مسافر في الحرب ولا شي حاجه ووقع الحمل. في المجتمع المغربي في الستينات والسبعينات والثمانينات كانوا اذا عقلتوا في الحمامات الشعبيه كيكونوا في الليل ديال الرجال حتى الفجر، ومن بعد كيوليو ديال العيالات، وكانوا بزاف النساء كيحملوا كيقول لك راه شربات في الحمام، في حين انه هو شربات في الحمام ما يمكنش توقع كذلك علميا واكاديميا اكاديميا علميا وطبيا للاسباب العلميه الكثيره اللي كنعرفوها. سيتي اوسي اون مانيير المجتمع باش كيضرق على حالات ديال علاقه. كانت كذلك الى غايه الثمانينات والتسعينات في المغرب بزاف ديال البنات اللي كيوقعوا في حالات حمل خارج الزواج، وكتسجلوا الام في الاسم ديال في اللي كيتسمى هو كيكون خوها، ولكن كيتربى على اساس انه كيكون ولدها عفوا وكيتربى على اساس انه خوها. سناء كتهضري على الراقد، يا ابين كيلكو موا دازت واحد لا فيديو لواحد المراه اللي كت اليوم في عهد يوتيوب ولي ريزو سوسيو اللي كتقول انها عندها الراقد. شوفي لانه هو نفسيا، واخا حنا ماشي في مجال الطب النفسي ربما خص المتخصصين يتكلموا على هذه المساله، ولكن في التمثلات الاجتماعيه اون دي مال اكسبتي لا ترونسغريسيون، دونك كنفضلوا اننا نامنوا بالخرافه على اننا نقبلوا ان واحد الشخص قريب منا ماشي ضروره في العائله، غير قريب منا في الانتماء حتى للوطن، واللهم نامنوا انها كان عندها راقد ولا انها شربت في الحمام ولا انها لبست جين الجين ديال خوها، على اننا نقبلوا انها كانت في ان اكت دو ترانسغريسيون ديليبيري. في حين ان لا ترانسغريسيون كوم جلي دي الا توجور ايتي لا، وكنختارعوا اليوم مثلا ما بقيناش غنقولوا الراقد بشكل كبير، ولكن غتمشي دير عمليه ترقيع البكاره باش كذلك تكون في ان رابور دو ترانسغريسيون، وتحافظ على لابارونس سوسيال لابارونس دو لا كونفورميتي، يعني في المظاهر راني كنحترم المتطلبات المجتمعيه على هذا المستوى، ولكن هذا ما كيمنعش الافراد انهم في السريه كتكون عندهم ممارسات مختلفه. alors justement en parlant de la représentation du corps des gens dans la société, كاين واحد الاختلاف ما بين la représentation ديال le corps féminin ou ma bin le corps masculin. Alors le corps masculin c'est un corps physique, mais le corps féminin a une symbolique. يعني ماشي غير جسد، هو تمثلات aussi تمثلات اجتماعيه. هو هذا الموضوع ربما طبعا طرقت له في واحد لو شابيتر، ولكن هو كان موضوع ديال بزاف ديال الابحاث في المغرب، وباقي محتاجين نديروا عليه بزاف ديال الابحاث اخرى، لانه الجسد ديال المراه كيف ما قلتي حمال ديال مجموعه من تمثلات في المجتمع، هي اللي كتجي ماشي غير في المغرب، ان بو بارتو دو الموند، وطبعا في العالم كامل. مي حنايا دابا غنكونوا دائما كنتكلموا على المغرب، لان هو يمكن نفس التمثلات ونفس الخطاب لقاو في مختلف المجتمعات، ولكن دائما بدرجات متفاوته. الاسبوع اللي فات كنت في لانسيتو دو موند اغاب ا باري، والصحفيه هذا قالت لي واش كاينه خصوصيه ديال المجتمع المغربي، قلت لها راه كل مجتمع عنده خصوصياته. مثلا ملي كنقراو التنشئه الجنسيه والتمثلات الجنسيه والعلاقات ديال لادغاك في المجتمع الالماني كنلقاو بانها صادمه جدا بالنسبه للفرنسيين، في حين هما راه قراب جغرافيا وثقافيا من بعضياتهم. وبالتالي واش كاينه خصوصيه مغربيه؟ طبعا، لان جميع المجتمعات عندها خصوصياتها، وكاين نقاط تشابه كتجمع المؤسسات الاجتماعيه او ماشي المؤسسات، البنيات الاجتماعيه في المغرب مع تونس وحده اخرى، غتقربنا المجتمعات المتوسطيه مع بعض او المجتمعات ما يسمى بالعالم العربي مع بعض، ولكن كل مجتمع عنده مساره الخاص بناء على التحولات الاجتماعيه والسياسيه اللي فيه، بناء على نشاط المجتمع المدني. في بلاد بحال المغرب اللي فيها مجموعه من الحركات اللي كتدافع مثلا على الامهات العازبات، اللي كتندد وكتدافع على الاطفال ضد الاعتداءات الجنسيه على الاطفال، اللي فيها حركات مالي ماشي مهم واش حنا كنقبلوا هذه الحركات ولكن فيها مجتمع نشيط كيشتغل على الميدان، ما غتكونش عندنا
نفس الواقع في الموضوع مقارنة مع مجتمع اللي كنعتبروا أن عندنا معاه نقاط مشتركة كثيرة في المجتمعات العربية الإسلامية إلى آخره، ولكن الدينامية ديال المجتمع المدني، التحولات السياسية في البلاد كتخلي كل مجتمع عنده مساره الخاص وخصوصيته في الموضوع. ألوغ باقي ما جاوبتينيش على التمثلات ديال المرأة، لأنه الجسد ديال المرأة يعني في المجتمع كنعتبروا بأن الرجل ديجا لو كور ديالو كيقول لك الراجل ما كيعيبو غير جيبو، ماشي مشكل الشكل ديالو، لو كور ديالو ني با ان فيكتور دو سيدكسيون، في حين أن المرأة في نفس الوقت هذاك الجسد خصو يكون ديال لا سيدكسيون، ولكن كاينين خطوط حمراء لا سيدكسيون، لأنه الجسد ديالها كيحمل معايير الشرف ديال الأسرة وأحيانا ديال القبيلة وفي بعض الحالات حتى ديال البلاد. يعني يمكن تكون شي مغربية في شي مهرجان في فرنسا وشي مغربي ما يعجبوش السلوك ديالها، حيت مجرد انها بنت بلادو كيكون عنده الشرعيه بالنسبه ليه انه يدخل في سلوكها وانها سهرت في الليل الى اخره. يعني الجسد ديال المراه كيولي ان فيكتور دو دوميناسيون سوسيال اون فيت، اللي كيشمل بوحدو الشرف ديال العائله كلها وخصوصا العناصر الذكريه في المجتمع. كذلك لو كور ماتريس ديال لا ميغ، المرأة منين كتكون مثلا الأم الحامل أو الأم عفوا ماشي الحامل، الأم اللي كترضع ولدها في الفضاء العام ما كيكونش النهد ديالها في لا سيدكسيون اللي غنشوفوها عند اون في بلو 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 ديكولتي، وبالتالي هذاك الجسد ديال المرأة فيه مجموعة من التمثلات اللي كتكون في المخيال الجماعي ديالنا. ألوغ bien sûr la socialisation genrée a un impact à la sexualité comme pratique et comme pratique comme verbalisation comme représentation. je pense بالتنشئه التنشئه بناء على مقاربه النوع لا سوسياليزاسيون جونري هو انه ملي كنزادوا شنو الفرق ملي كنهضروا على التنشئه والتربيه كاين اختلاف هو التنشئه هي منين كان لي كود نورماتيف اللي كنشؤوا بهم بدون ما نكونوا بالضروره واعيين بهم اللي كيكونوا في التمثلات الكثيره في المجتمع. ملي كنتكلموا على التربيه الجنسيه هي واحد الحاجه اللي عندنا فيها خصائص الان هو انه يكون عندنا برامج ديال التربيه الجنسيه مقررات المدرسيه الى اخره. التنشئه الجنسيه او التنشئه الاجتماعيه بشكل عام هي جميع القيم والمعايير اللي كنكبروا بها في المجتمع ديال البنت كدير كذا والولد ما كيديرش كذا، الولد يقدر يتعطل في الدرب في دارهم البنت ما خصهاش تعطل، الولد حشومه يجمع الطبله، البنت خصها تسخر على خوها، وهادو ماشي ما كاينينش في امانويل، ما كاينش شي مقرر كيقول لك ها شنو كاين، ولكن كنكبروا حنا كنعتبروهم، الخطير هو ان كنعتبروهم طبيعيين. هما ماشي طبيعيين، يعني اغلب الامهات واخا كتكون واعيه او هي نفسها كتعاني في هاد تقسيم الادوار بينها وبين الزوج ديالها، ولكن كيجيها عادي ان بنتها خصها تكون كتسخر على خوها. هي اللي كتحط لي الطبله ومنين كيسالي بالماكله هي اللي كتجمع موراها الماكله. الوغ في هذه المساله اللي عندها علاقه بالممارسات الجنسيه كاين كذلك نفس الشيء، حنا كنقولوا بانه ما خصش تكون العلاقات الجنسيه قبل الزواج حيت حرام، ولكن في نفس الوقت هذا الحرام كنطبقوه غير على البنات ما كنطبقوش على الاولاد، حيت الولد خصو ما يوصلش للزواج وهو عمره ما دار علاقه جنسيه، خصو منين يوصل للزواج يكون عاش حياته ودوزها وشبع وتهرس ليه الراس. كنقول هاد العبارات اللي كتكرر في المجتمع ويوصل هو عنده خبره جنسيه بما فيها عند البنات. البنات كتقول لك انا ما يمكنش نتزوج بشي راجل عمره ما كانوا عنده علاقات قبل، حيت هو اللي خصو يكون كيف ما كيقولوا كيعرف. البنت ما خصهاش تكون كتعرف واخا تزوج، وكاين حالات ديال شهادات اللي كاينين في الكتاب ديال الناس اللي تفارقوا مع الزوجه ديالهم او خطيبه حيت كيقول لك لقيتها كتعرف، ولكن ملي كتقول لهم علاش كيقول لك راه حيت حرام، وعلى حرام عليها وحلال عليك. Alors justement, en parlant d'interdit, l'interdit a bzaf ديال الاسباب. كاين l'interdit légal, l'interdit religieux et l'interdit social. شكون هو فيهم؟ واش بعدا premièrement c'est la même chose? Je pose la question tout en pensant non. ماشي la même chose وماشي كلهم حاضرين بنفس القوة. Voilà, شكون اللي كيغلب finalement؟ هو القانون كيمنع العلاقات الجنسية قبل الزواج، ولكن نادرا فاش كنت كتسول الناس كيقول لك لا راه ما خصش تكون العلاقات حيت ممنوعة في القانون. يعني هذاك الشرعية المنع القانوني حاضره غير في حاله وحده، منين كيخافوا من البوليس حيت غيمشيو للحبس ولا يتفضحوا ولا الكوميساريه ولا كيولي خصهم يدوروا. هذه الشرعيه الوحيده اللي كاينه عند المنع القانوني، وقع هو كاين لو كادغ نورماتيف الاطار المرجعي اللي كيرجع سبونتانيمون في كل لقاء كديروا هو المنع الديني. ملي كتسول الناس كيقول لك لا حرام، ولكن كونت اون كروز ان بو بلو لوا معاهم في لونتروتيان كتلقى بان في الحقيقه اللي حاضر اكثر هو التقاليد والمنع الاجتماعي. وهذا علاش؟ لان هذاك الشخص مراه ولا راجل اللي كيقول لك في الاول حرام هو اللي كتلقاه من بعد
عنده عادي ان الراجل هو ماشي مشكل الراجل. علاش؟ لان الراجل ما كيخصكوش عنده، ما كيبقاش الدليل في الجسد ديالو، ما عندوش غشاء بكره، ما كيتعرضش للحمل. يبي مجتمعيا يعني حتى مثلا في لوغسيلمون سيكسويل الاولاد لي غارسون في التنشئه الاجتماعيه مره اخرى في لي كود اللي كنشؤوا بهم اللي ما كاينينش في شي مانيوال، هو ان الولد ملي كتكون عنده علاقات متعدده وكينق، باش نستعملوا هذه العبارات الشارع على البنات في الزنقه، سي با توجور دون ان انجو دو سيكسواليتي، ماشي ديما حيت باغي يدير علاقه جنسيه، سي ان انجو دو فيريبيليتي. الا نق على البنات كيكون راجل، وإلا تصاحب مع بزاف ديال البنات كيكون راجل، وإلا وصل للزواج وهو مصر انه بغى سواء الاسباب دينيه او الاسباب شخصيه انه ما تكونش عنده علاقات جنسيه قبل ما يتزوج، يا اما غيتهموه بالمثليه او انه ماشي راجل او مريوه الى اخره. ومره اخرى ملي غتسول الناس غيقول لك لا راه الحرام، راه الحرام ما كيقولش للمراه حرام والراجل لا. الراجل يقدروا يكونوا عنده علاقات ديالو، وكذلك الحرام ما كيقولناش نديروا غير ممارسات في السر وما يعرفها حتى شي حد. داكشي علاش كنقول المرجعيه الحقيقيه اللي كاينه هو المعيار الاجتماعي، هو انه ما خصنيش نتفضح حدا الناس. بالنسبه للبنت ما خصش يكون عندها، ما تفقدش غشاء البكره ديالها وما تكونش حامل، وبالتالي كيلكو باغ احنا كنطلبوا مجتمعيا من الرجل انه يبين الفحوله ديالو والرجوله من خلال تعدد العلاقات وتعدد التجارب الجنسيه قبل الزواج، وكنطلبوا من البنت انها ماشي ما يكونش عندها علاقات، ما تبينهاش، حتى الا درتي شي حاجه ديريها مستوره. الامهات كيوصيو بناتهم كتقول لها ردي بالك لذاك البلاصه، يعني ماشي مشكل علاقات اخرى اللي ما غتخليش الاثر في الجسد، بحيث انه يكون حمل او انه يكون افتضاد الغشاء البكاره. وبالتالي يعني باش نلخص، المرجعيه الاكثر حضورا عندنا هي المرجعيه الاجتماعيه، واخا في الخطاب كنستعملوا الخطاب ديال المرجعيه الدينيه. الوغ جوستومون هاد المرجعيات كلهم مجموعين، يعني واش لوم احنا توت الوغ قلتي اون فايفيت لا فيكتيميزاسيون، داكشي ما نحطوش ديما المراه في موقع الضحيه، واش الراجل ما يمكنش هو يكون ضحيه لهاد لا فيزيون باترياركال كيكو بار دو لا سيكسواليتي وهاد لا سوسياليزاسيون جونغي. هو ملي كتكون هاد التشنجات اللي كاينين عندنا في العلاقات كلشي كيكون ضحيه في النهايه، حيت واحد ما كيقدر يعيش الفردانيه ديالو بشكل، لانه فينالمون هاد الموضوع كله شنو كيطرح؟ اكثر من علاقته بالعلاقات الجنسيه والاجتماعيه الى اخره، هو في النهايه اش كيطرح؟ كيطرح سؤال الفرد داخل المجتمع. علاش حنايا كنعتبروا اننا مجتمع ديال لا كوميونيتي، خصنا كلنا نكونوا بحال، وبالتالي هذاك الشخص امراه او رجل اللي كيختار او حتى اذا كان في ترانسغريسيون انكونسيونت، يعني دار واحد العلاقات هو ما واعيش انه راه كيتحدى الاعراف المجتمعيه، هذاك الحق ديالو في التمتع الفرداني بالجسد ديالو بالمتعه الجنسيه كيخليه خارج لو كونترول سوسيال، السيطره ديال المجتمع وديال القيم المجتمع. حنايا مجتمع ديال لا كوميونيتي اللي العلاقه المتعارف عليها هي العلاقه ديال الزواج، وبالتالي اي شيء ممكن يعيشه الفرد خارج هاد لا نورم سوسيال، خارج هاد الاطار المجتمعي المتعارف عليه، ما كنقبلوش. ولذلك هاد السؤال اللي ديالك ديال المراه والراجل هما بجوج ضحايا. علاش؟ لان بجوج بهم ما كيقدروش يعيشوا الفردانيه ديالهم، هما مضطرين انهم يعطيو صوره معينه للمجتمع. الراجل حتى الا ما كانش هذيك الرغبه ديالو خصو يدخل في لي رابور دو فيريليتي، يصيد البنات بزاف في الزنقه ويتصاحب مع بزاف ديال البنات، لان هكا كيجاوب على اون نورم سوسيال اللي ربما هي ما كتشبه ليش في الحقيقه. ربما هو في الاصل واحد الشخص، نقدروا نلقاو واحد الشاب اللي كيامن بانه باغي تكون عنده علاقه طويله الامد مع واحد البنت كيبغيها، ويمكن في الاخر يتزوجوا او ما يتزوجوش، ولكن المجتمع كيعتبروا مريوه الا دار هذا السلوك، او لا كتحكم فيه مراته، او لا ماشي راجل، او الى اخره، وبالتالي حتى هو ضحيه، عير ماشي بنفس الشكل. المراه كيكون لو بوا عليها اكثر. وغادي ناخذ نموذج ديال الامهات العازبات. منين واحد البنت كتحمل خارج اطار الزواج، كلشي كينزل عليها بما فيها امها واختها، ما كيقبلوهاش، كيقول لك حرام ودارت لينا الشوها، ولكن في الحقيقه هي حملات حيت دارت علاقه جنسيه مع واحد الراجل. وإلا كنتو كتقولوا حشومه، راه حشومه عليهم بجوج. وإلا كانت حرام في الدين وهي فعلا القراءه ديال في الاسلام السني ما خصهاش تكون، ولكن راه عليهم بجوج. كنقول الاسلام السني لان حاولت ندير واحد مجموعه من الاطارات للدراسه، وبالتالي اشتغلت على المعايير اللي اكثر شيوعا في المغرب. ولكن في مجتمعيا كنلوموا الام العازبه بوحدها،
ما كنلوموش الاب اللي كان مسؤول على علاقه جنسيه واللي اكثر من ذلك دار علاقه جنسيه وتخلى على ذاك الولد، يعني على الاقل هي كتحمل مسؤوليتها وكتربيه ولا كتضطر انها دير اجهاض ولا شي حاجه، وكنحملوا المسؤوليه لذاك الطفل اللي هو ما اختارش انه يتزاد عند والدين ممزوجينش في مجتمع، يعني حتى في القانون هذاك الاطفال الامهات العازبات عندهم مجموعه من المهن اللي ما عندهمش الحق يديروها، واخا ينجح في الكونكور ما كيقدرش يديرها. هو ما اختارش، ما حنايا صدفه تزادينا عند والدين مزوجين وهو صدفه تزاد عند واحد الام واب ممزوجينش. فيعني باش نرجع لهاد لا فيكتيميزاسيون، وي كلشي كيكون ضحايا، ولكن دائما المراه كتحمل المسؤوليه اكثر. ملي مثلا كتفقد الغشاء البكره ديالها ما كيقولوش شكون اللي يعني حتى الا اعترف بالابن ديالو او تزوج بها من بعد غشاء، ما كندويش على حالات الاغتصاب، يمكن نرجعوا لهاد التفاصيل، كيقول لك راه قول باتو صدق مزوج بها، يعني هو ما كانش عنده حتى مسؤوليه في هذيك العلاقه الجنسيه اللي كانت او في الحمل الى اخره. الوغ جوستومون هضرتي على الامهات العازبات، ولكن نهضروا على الامهات بشكل عام، غالبا كيكون عندهم واحد الدور كبير في لا ترانسميسيون ديال هاد لي فالور. هو حنا ديما كنقولوا حنا مجتمع ابيسي وباترياركا والى اخره، ولكن في الحقيقه الامهات عندهم دور كبير في نقل هذاك المعايير ديال التربيه التقليديه لاولادهم ولبناتهم، لان غالبا الام هي اللي كنا كنقولوا قبيله، هي اللي كتقول للدري ويلي وحشو ما انت تجفف، راه اختك غادي تنوض تجفف، نوضي جمعي الطبله مورا خوك، نوضي ديري الحاجه الفلانيه وخوها ما كيديرهاش. وبالنسبه للتنشئه الجنسيه هي اللي كتعطي كذلك هذه المعايير ديال الولد يقدر يتعطل في الليل، حتى انه الى غايه ربما الوضع الحمد لله على هذا المستوى تغير شويه في المغرب، ما الى غايه نهايه التسعينات كانت مجموعه من الاسر المتوسطه كتعمد الام انها تجيب واحد الخادمه صغيره. كانت عائشه شسنه استعملت في دوزيام واحد الجمله قاسيه جدا، قالت لهم باش ولدها يتعلم فيها. للاسف وهذيك البنت الخادمه الصغيره كتكون في واحد لا دوبل دوميناسيون، علاش؟ لانه دائما مجتمعيا كاينه لا دوميناسيون ديال الرجل على المراه، وهنا كتكون حتى في اون دوميناسيون سوسيال، لانه هو ولد مول الدار وهي غير الخدامه بالعباره اللي كنقولوا في المغرب. فهذيك الام اللي المفروض هي مراه وكتعاني من مجموعه من الاشياء ديال الحيف ولا مساواه في المجتمع، هي اللي كتنقل لولادها هذه المعايير التقليديه وكترسخها. وكاين شهادات كثيره ديال امهات عازبات اللي كانوا خرجوا في الكتاب ديال الاوت فوان اللي صدرات سوليداريتي فيمينيم، اللي كنشوفوا فيهم غالبا الام ملي كتعرف بان بنتها حملات، حتى ملي كتكون حاله اغتصاب يعني ماشي حتى علاقه اختياريه، امها كتجري عليها لان كتقول لها غتفضحي خوتك، وبالتالي ماشي مهم هذاك البنت اللي ربما دارت علاقه جنسيه اختياريه او تعرضت لاغتصاب وحملات. وفي حالات كثيره كيكون كذلك الاغتصاب ديال خالها ولا شي حد من الاقارب ولا حالات ديال الاب ولا، وكيوقع الحمل ولكن الام كتجي ديما من ولدها ولا حتى الا كان ماشي ما يسمى بزين المحارم، لان خصنا كذلك نبداو نفكروا شويه حتى في التسميات، حتى الا ما كانش علاقه جنسيه في العائله، يعني البنت دارت علاقه جنسيه في الخارج وحملات كتقول لها ما تفضحيش خوك وما تفضحيش باك، وكتجري على بنتها. الوغ في الدراسه ديالك طرقتي في واحد شابيتر لا فيرباليزاسيون بوبليك دو لا سيكسواليتي. Ça veut dire comment on parle de sexualité et de sexe dans la société, dans notre vie quotidienne. Et c'est très important dans le sens où, personnellement, justement, je me pose toujours la question. C'est que quand j'ai envie de parler, enfin, quand j'ai abordé le sujet de la sexualité avec des amis, avec des collègues et tout ça, bah, automatiquement, je switch vers le français. Automatiquement. Donc, tu n'es pas la seule. Alors, on dit que je suis l'autocensure, je suis un peu plus de la fille. Smehili, non. Non, mais allez. ما ماشي بوحدك، لان انا كيفاش بدا بالنسبه ليا التساؤل ديال لا فيرباليزاسيون ملي كنت كندير لي زونتروتيان مع الناس اللي تلاقيت بهم باش ندير الدراسه. حنا في المغرب كنهضروا بالدارجه وكنهضروا بالفرنسيه، وكاين الناس اللي كيعربوا شي شويه بالكسر العربيه الفصحى، فالناس ملي كنت كنتلاقى بهم دائما الرجال او النساء وفي مختلف المدن كنقول لهم هضروا باللغه اللي نتوما مرتاحين فيها اكثر، الدارجه الفرنسيه، باش ما يكونش هذاك الحاجز اللغه. وكنت كنتابع انه ملي كنوصلوا للمواضيع ديال السؤال ديال لا فيرباليزاسيون ديال كيف نتحدث عن العلاقات الجنسيه، يا اما كيسويتشيو العربيه الفصحى بالنسبه للناس اللي كيكونوا كيتبعوا المسلسلات المدبلجه في التلفزيون، او الفرنسيه بالنسبه للناس اللي كيكونوا مرتاحين اكثر شي شويه في الفرنسيه. فحاولت نفهم علاش
هذا لو رابور على لونغ وكنلقاو بانه الطريقه في الدارجه ديالنا المغربيه كاين واحد الوليد كيبكي في الدارجه ديالنا المغربيه ما عندناش ماشي فقط التعبير على الجنس بل حتى التعبير على الحب يعني حتى الناس اللي كيحبوا بعضياتهم كيقولوا جو تيم ولا يمكن يقولوها باللبنانيه ويضحكوا بها ولا ما عندناش واحد لو رابور سوغ بالدارجه باش نقولوا حتى في الحب كنبغيك غالبا كندوزو من اللغه ديال الاخر لانها كتحررنا من العقده اللي عندنا في لو رابور على فيكتيف في التعبير عن الجنس يعني ذلك ادهى لانه جميع التعبيرات على الجنس كيمكن نعتبروها بانها فيهم عنف تري فولغير وفيهم كذلك واحد يعني رابور دو دوميناسيون الراجل فاعل والمراه المفعول به يعني دائما كيكون دار ليها فعل ليها الى اخره ما غاديش كاين تفاصيل اكثر في الكتاب ولان اللغه علاش هذا السؤال هذا مهم احنا مغاربه الاغلبيه بيناتنا يعني كنعرفوا كيفاش كنقولوا الحب وكيفاش كنقولوا الجنس ولكن علاش حاولت انني نحلل هذه النقطه لان اللغه ما عمرها ما كتكون محايده اللغه هي نتيجه ديال ثقافه معينه يعني كاين بعض المجتمعات واحد القبائل القليله في قبائل صغيره في اسيا كنت قريت عليهم ان مثلا ما عندهمش في اللغه ديالهم كلمه اب لانه ماشي دوره الاب في المجتمع ما ماشي مهم يمكن حنا نضحكوا من هذه المساله هذه ولكن اللغه ما عمرها ما كتكون نوتر اللغه دائما كترجم تصورات اللي عندنا في المجتمع ماشي غير كترجمها والا فيكول كتعاود ترسخها في المجتمع سواء في الكلمات اللي كنستعملوا ولا كذلك في لي بروفيرب في الاغاني الشعبيه ديالنا في اللي يعني ملي كتكون عندك اغنيه فيها الرابح من المراه والخاسر من المراه يمكن نشطحوا عليها في العراس ولكن اكثر من ذلك شنو كتحمل لينا من تمثلات على هاد المراه اللي كنعتبروها بزاف د الحوايج ما خصهاش ديرهم وما تقدرش ديرهم وما عندهاش القدره انها دير السياسه وما عندهاش القدره انها دير دراسه علميه وما عندهاش ولكن مع ذلك هي اللي كتحمل مسؤوليه الشرف كله في العائله ومني كيربح الراجل هي ومني كيخسر وراء كل رجل عظيم امراه يعني هادشي كله ماشي مجاني وغنعطي واحد المثال بسيط في لغتين اللي كنعرفهم يعني يمكن الا مشينا للايطاليه او الانجليزيه ولا غنلقاو اشياء اخرى في الفرنسيه ملي كنبغي نقول لك واحد الخبر زوين كنقول لك سا ما في شو او كور بالدارجه كنقولوا بردتي لي القلب حيت لا قلت لك شي حاجه سخنتي لي راسي راه شي حاجه خايبه ولا في فرنسا الا قلت لك سا مي غوفخوادي بالعكس راه يمكن هو خبر الوفاه ولا وبالتالي اللغه ماشي مجانيه وماشي محايده اللغه دائما مرتبطه بالمناطق الجغرافيه بالثقافه ديال المجتمع بالتصورات اللي عندنا alors justement dernièrement كنشوفوا بون كيوصلوا لنا دي بريب ان تي بو دو ديبا sur la question de la langue ou comment est-ce qu'il véhicule comme idée, comme surtout concernant le féminisme, qu'il y a beaucoup de débats sur le discours inclusif, sur le E, Nzido, Kulchif, docteur et professeur. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'Europe. Justement, ils se sont rendus compte que la langue peut véhiculer et peut consacrer des idées. هو بشكل خجول ولكن غير الا سمحتي السؤال ديالك رجعنا لواحد من الاسئله اللي طرقنا لها في بدايه اللقاء ديال الخصوصيه يعني مثلا فرنسا بداو بزاف كيشتغلوا على هذه المساله وكيلقاو بان مجموعه من الكلمات كانت موجوده في فترات معينه من تاريخ ديال اللغه الفرنسيه منها اوتوز الى اخره وواحد الوقت بداو كيتحيدوا من اللغه لان جات مراحل معينه عند الناس اللي كيشتغلوا اكاديميا على اللغه واللي اعتبروا بان بحال مثلا امباسادريس وي مدام لامباسادريس سيتي لا فام دو لامباسادور وبالتالي لي بروميير فام امباسادريس اللي كانوا من فرنسا او لي بروميير فام فارماسيان كذلك رفضوا انهم يستعملوا هذه الكلمه لان مدام لا فارماسيان كانت لا ليبوز دو مسيو لو فارماسيان ولي بروميير فارماسيان اون فرانس اختاروا انهم يكون سميتهم مدام لو فارماسيان ولكن هذا الاشكال مثلا ما غتلقايش في اللغه الانجليزيه ويمكن ما نلقاوش في لغات اخرى اللي انا كنحاول تماما
يعني بغيت غير ناكد على هذه المساله ديال الخصوصيه ديال كل بناء مجتمعي وديال كل لغه في حد ذاتها الى اخره. في المغرب هذا السؤال ديال اللغه مطروح ولكن ماشي بالضروره بشكل كافي في مقاربه النوع، لان صراحه المشكل ما مطروحش في اللغه العربيه. كنقدروا نقولوا صيدلاني ونقولوا صيدلانيه، وكنقولوا السفير وكنقولوا السفيره، كنقولوا الطبيب وكنقولوا الطبيبه، في اللغه العربيه ما مطروحش، ولكن مازال مطروح في تمثلات اخرى في في في, في المجتمع. داكشي علاش بعض الحقول العلميه احنا محتاجينها نطوروها في المغرب، وحقول اخرى ربما ماشي هي الاولويه في سؤال مقاربه النوع في المغرب. لان مقاربه النوع المغرب ما عندناش السؤال ديال اللغه هو الاول، ولكن عندنا اشكاليات اخرى ديال التمثلات ديال التنشئه الاجتماعيه ديال دور الام الى اخره. الوغ جوستمون ان ريستون في هذا لو دومين ديال ليفولوسيون دو ديسكور اي دو لا فيرباليزاسيون سيكسويل، شنو هو الدور ديال لي ميديا؟ Est-ce que les médias عندهم واحد الدور باش يطوروا la verbalisation sexuelle؟ كتحكي على الدبره داكشي اللي بغينا، حيت اليوم السؤال ديال لي ميديا في المغرب مطروح ماشي غير في الخطاب المتعلق بالجنسانيه. للاسف حنا كنعيشوا في واحد الفتره ديال لو بوز، شنو اللي غادي يبيع لينا اكثر. وغادي دابا كيجيني في بالي النموذج ديال داك البنت اللي كانت تعرضت لعمليه عنف جنسي في طوبيس في برنوسي هاتي واحد العام، ونادو مجموعه من المواقع كي لان داك الساعه شكون اللي غيخرج لي بروميير فيديو وغيشوفوه الناس بزاف وغيجيب الاشهارات بزاف. نادو مجموعه من المواقع كيقول لك وراه هذيك البنت راه اصلا فيها السيده والدوله لم تفعل شيئا لحمايه الشباب منها، يعني كيوليو هذوك اللي اعتدوا عليها هما الضحايا ماشي هي، وراه اصلا هي تعرضت للاغتصاب اكثر من مره قبل ذلك بما ما في مضمونه. راه هي ما بقاتش فيرج دونك ماشي مشكل، راه ولات مشام. علاش؟ لان الوعي بالخطوره ديال هاد المقالات اللي كنحطوهم ما كاينش. اغلب المواقع مع بعض الاستثناءات القليله، ومعنا ايمان عزمي اللي كانت حاولت تدير واحد التجربه في في في, في هذا الاطار، ولكن اغلبيه المواقع كتقلب على لو بوز، كنقول لو بلوز لو بوز ديال شاهد قبل الفد شاهد قبل الحد وفضيحه الى اخره. ولكن يعني انا عندي واحد الصراع ديما مع نفسي، كنحاول نكون ايجابيه ونتفائل باي حاجه كتوقع. يمكن نعتبروا الان وسائل الاعلام كتقلب على البوز، يمكن نعتبروا موضوع الجنسانيه هو موضوع تجاري كيبيع، ولكن مجرد ان كاين هذا الشيء كيعني اننا اليوم قادرين نناقشوا الموضوع ديال الجنسانيه في المجتمع. واخا كنتوتروا وكينوضوا بعض المرات المحافظين كيسبوا هذوك اللي كيقولوا لهم انتم مستلبين وباغين ضد الهويه والى اخره، وكيكونوا تشنجات من الطرف اللي كنعتبروه بعض المرات حداتي وكيقدر يكون هو احيانا في بعض احكام القيمه والتصرع الى اخره، ولكن هدف حد ذاته ايجابي. علاش؟ لانه كيعني ان الموضوع ديال الجنسانيه اليوم كيشغلنا كافراد في المجتمع وكوسائل اعلام وكنحاولوا نطرقوا ليه. كيغلطوا بزاف ديال الناس، ولكن بزاف ديال الناس كيساهموا في النقاش بشكل ايجابي، وهذا في حد ذاته كيترجم هاد التحولات اللي كاينه في المجتمع واللي كتخلي الموضوع ماشي طرف محتاجين نناقشوه. alors en parlant de en évoquant le rôle ديال لي ميديا، كانت عندك واحد التجربه من القلب الى القلب بغيتك تهضر لنا عليها. فكانت عندي تجربه في كتاب ماشي انايا كانت. لا صح. كاين بزاف ديال الشباب في القاعه اللي كيبانوا لي ما غاديش يكونوا كيعرفوا من القلب الى القلب. الناس ديال لا جينيراسيون ديالي غيكونوا كيعرفوها. هي واحد لا روبريك اللي كانت جريده الاحداث المغربيه، اللي في الاول ما كانش الهدف ديالها هو نتكلموا على الحياه الجنسيه، كانت فضاء حر للشباب انهم يرسلوا مشاكلهم، خاص مع امهم، خاص مع صاحبتهم، مع مرتهم، خاص مع راجلها. وبتيت ابتي هذاك الساعه ما كانش فيسبوك، ما كانوش لي بلوغ، ما كانش واتساب، ما كانش تيندر، يعني من الفضاءات القليله اللي كانت متاحه للناس انهم يتكلموا. حتى مثلا انا ما اشتغلتش على المده كلها، اشتغلت على فتره معينه. كنلقاو مثلا بان اغلبيه الرسائل كانت كتجي من المدن الصغيره ماشي من المدن الكبيره. علاش؟ كانوا ناس اللي متعطئ محتاج يسولوا ما عارفش. ما كاين مجموعه من المواضيع اللي ما كنقدروش ندوفها مع والدينا، ما كندوش مع الاستاذ، ما كايناش التربيه الجنسيه الى اخره. بزاف ديال الناس اليوم كيعتبروا بانها كانت اون روبريك ديال لا ديبوش وكيشجعوا على الفساد الى اخره، في حين انه منين كنحاولوا نقراو، وانا اشتغلت على فتره من هذاك التجربه من الارشيف ديال جريده الاحداث المغربيه، كنلقاو اولا بانه كان خطاب اللي فيه لا موغاليزاسيون الى حد كبير،
لانه ما كانش متخصص كيجاوب الناس، ما كانش انا سوسيولوج ولا بسيكولوج ولا شي حاجه، عين الناس بيناتهم واحد كيكتب رساله وشخص اخر كيجاوبه. فكان بزاف الخطاب ديال لا موراليزاسيون، يعني كنحاولوا نشوفوا مجموعه من المعطيات شنو اغلب الاسئله اللي كانوا كيطرقوا لها الناس شنو هي. وكان من الاخطاء ربما ديال الجريده حينها هو انها جوستومون ما اختارتش انها دير ان سبيسياليست، لانه هذيك لا روبريك خلات انه مجموعه من الافكار المغلوطه تروج، ومجموعه من الاحكام القيمه على البنات اللي كانت مثلا كتقول انها دارت واحد العلاقه جنسيه، حتى انه مثلا كانوا شي بنت مني كتعاود انها دارت شي علاقه مع واحد الشخص وما كانوش مجوجين، وعندها بعض الاسئله بعض القراء كانوا كيصيفطوا لها العناوين ديالهم. يعني الا سبق لك درتي علاقه راه فوالا هل 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 العنوان ديالي. وكانت كذلك افكار مغلوطه كثيره على المثليه الجنسيه، على الممارسه العاده السريه الى اخره. ولكن يحسب لهذيك لا روبريك انها كانت ماشي الاولى، كانوا فضاءات اخرين قبل منها وفي نفس الفتره في المغرب في الاذاعات وفي جرائد اخرى، ولكن ترجمات جزء كبير من لو مونك دانفورماسيون، الحاجه للمعلومه اللي كان في هذيك الفتره واللي اكيد ماشي باقي في نفس الحده، اكيد زاد الان. الوغ هضرتي على لو مونك دانفورماسيون، على لو مونك ديدوكاسيون سيكسويل، هذا الشيء عنده فورسيمون عواقب على العلاقه الجنسيه، على لينيسيسيون، يعني الشباب ملي كيبداو علاقتهم الجنسيه بيان سور ربما الا ما غلطتش الدراري ولا بدا الاولاد كيكون عندهم لينيسياسيون قبل البنات في المغرب. يعني سور كوا فينالمون اي سو باز، زعما سور كيل ريفيرونسييل سو باستيل افون دونتامي اون في سيكسويل. هو ملي كنوصلوا لواحد السن معينه اصلا من الطفوله كيكونوا الدراري صغار كيسولوا بزاف ديال الاسئله، وفي واحد السن معين كيسولوا بعضياتهم لانه ما يقدروش يسولوا والديهم. هما في لا انا كنقصد بشكل عام الاطفال كيكون عندهم واحد الفضول وشغب، وفي سن معين افكتيفمون ملي كتبدا الاسئله على الجسد وعلى التوالد على العلاقات الجنسيه، اول سؤال كيقولوا لوالديه كيضروا فيه ولا كيعرفهم كذبوا عليه ولا كذلك. ما يمكنش نلوموا الوالدين لان ماشي دائما هما مسلحين كيفاش غادي تدوي مع ولدك وفي اي سن وشنو المعلومه اللي غنعطيوها ليه في 6 سنين وشنو المعلومه اللي نقدروا نعطيوها ليه في 10 سنين. احنا كنقولوا لهم غير حشومه وعيب، ولكن وحدي راسك وبحال مثلا البنت كنقول لها حضي ذاك البلاصه، ولكن راه خصها تحضي الجسد ديالها كله. يعني ماشي فقط غشاء البكاره، خص الجسد ديالها كله يكون عندها مقدس، والوليدات حتى هما كذلك انهم يكونوا حريصين. ولكن الوالدين فقدوا الشيء لا يعطي، ماشي بالضروره عندهم مؤهلين انهم يواكبوا، خصنا محتاجين المواكبه. علاش؟ لانه كيف ما قلتي انت فدوى منين هذاك المراهق كيبدا عنده شي اسئله وما كيلقاش الاجوبه كيسول صحابه اللي حتى هما في نفس الخصاص. فشنو كيوقع مثلا عند لي غارسون ملي كنشوفوا في لو تيغان كنلقاو بانهم كيقدروا يكونوا في احيانا الكلمه ديال الكذب صعيبه، ولكن شويه ديال في داك لي زونجو دو فيغيليتي خصو يبان على صاحبه، كيبقاو يعطيو لبعضياتهم مجموعه من المعطيات المغلوطه في ان كونكور دو فيغيليتي، شكون فيهم اللي راجل اكثر، شكون اللي كيقدر يدير بزاف ديال لي رابور متابعين، شكون اللي كيقدر يبقى عنده لي ريكسيون اطول مده ممكنه الى اخره. وكيمشيو اليوم ما نساوش لي نوفوتي تكنولوجيك، بزاف ديال المراهقين عندهم ان تيليفون فيه الانترنت كيقدروا يتكونيكتاو مع لي سيت بورنوغرافيك، وحتى داك الوليدات والبنيتات اللي في احياء شعبيه وما والديهم ماشي بالضروره عندهم الامكانيات يشريو له سمارت فون كيمشي لسيبر كافي. الوغ فاش درت انا لا تيز كانت 3 دراهم الساعه، دابا ولات 2 دراهم الساعه. وحتى ان لي سيبر كافي سي ان بيزنيس بوغ او، يعني كيديروا لي زورديناتور احيانا في اماكن مظلمه وعندو لو كاسك ديالو الى اخره. يمكن ندخلوا في لا موراليزاسيون، ما خصهمش يديروا هذا الشيء، ولكن انا بالنسبه لي الاساسي هو اننا نوعوا بان داك الشيء عنده تاثير خطير على المراهقين اولاد وبنات، لان كتولي الممارسه البورنوغرافيك البورنوغرافيا هي ممارسه طبيعيه عندهم، تولي هي نورم، لان ما عرفت شي حاجه اخرى، ما دوى مع حتى شي واحد على الاحترام ديال الجسد الاخر، الاحترام ديال رغبه الاخر، الا ما بغاش تكون عنده ممارسه معينه الى اخره. وبالتالي حتى من بعد الزواج في مجموعه من الدول في كندا في هولندا كيديروا الان تاثير ديال الافلام البورنوغرافيا، دراسات على تاثير الافلام البورنوغرافيا على العلاقات ما بين الازواج ديجا، وكذلك على المراهقين. حنا للاسف في المغرب باقين في الخطاب المحافظ ديال الا درنا التربيه الجنسيه راه كنوريو للولاد والبنات شنو يديروا، ولا راه هما دو توت لي مانيغ باغيين يعرفوا شنو يديروا. حنا محتاجين نديروا لهم تربيه جنسيه باش ناطروهم
باش جوستومون يكون عندهم وعي بالجسد ديالهم بالتحولات اللي كاينه بالتاثير مثلا الانترنت راه ما فيهاش غير لي فيلم بورنوغرافيك فيها كذلك لي ريزو ديال لي بيدوفيل اللي كيقدروا يصطادوا الاطفال والمراهقين في المواقع في الانترنت الى اخره وشنو الكارثي هو انه لا كورب دو ترانسميسيون دو سافوار تقلبات لانه شحال هادي كانوا ديما الوالدين والاساتذه كيوريو لولادهم الان كتلقى بزاف الوليدات هما كيوريو لوالديهم كيفاش يستعمل واتساب وكيفاش يدخل الفيسبوك الى اخره وبالتالي حتى الوالدين ما عندهمش الامكانيه انه ياثر هذاك الولد الى اخره يعني فريمون حنا كنعيشوا واحد لا فاز دو ترانزيسيون كي بو ايتري دونجوروز الا ما خرجناش من الخطاب ديال لا موراليزاسيون اعطاء الدروس وما قررناش نواكبوا هاد التحولات بتربيه ماشي بتنشئه ولكن يمكن جوستمون غالبيه الوالدين اللي كاينين معنا اليوم هذا اخر سؤال وغادي ندوزو لاسال باسكو ما بقاش عندنا الوقت يمكن تو سامبلومون بالنسبه لاغلبيه الوالدين اللي معنا اليوم كيقول لك انا الا هضرت مع ولدي في الجنس فيعني انني كنشجعه انه يمشي يكون عنده غابور سيكسويل افون لو مارياج والله ما نهضرش معاه باش يعرف انني على كل حال انا رافض هذا الامر ويمكن تاثر فيه وتخليه ما يزعمش يديرها هو يعني حتى خارج الجنس بزاف ديال الحوايج نقدروا ما نقولوش لولادنا يديروهم وكيديروهم يعني ما كنقولوش لي سير ضرب صاحبك في المدرسه ما كنقولوش نسى الكبوت ديالك في المدرسه وجي الى اخره وهذا السؤال ديال الجنسانيه وكيس غادي يسمع في التلفزيون ولا غير في شي موقع انترنت غادي يلقى بان المثليه الجنسيه وغيبغي يفهم شنو هي الى اخره وبالتالي هو الا ما دويتيش معاه راه ما كتحميش لانه هو داك الاسئله راه بقات عنده في دماغه Maintenant, c'est vrai, reconnaissance, c'est très difficile pour les parents. Mais si j'aime les walidines, ils ont le droit de faire des choses dans cette chihada. Maintenant, les enfants qui sont en train de faire des choses, ils ont le droit de faire des choses. ولكن ما كتوعيهاش كيف ما قلنا قبيله الجسد ديالها كله وما كدويش ليها على لي ريغل الى غايه الان كتقدر شي بنت النهار الاول اللي كيجيوها لي ريغل ما كتفهمش واش فقدت العذريه ديالها واش تجرحات واش لان عندها غير داك الهوس ديال عندك تمشي لك العذريه ديالك عندك لا فيرجينيد وكنقدروا نطيحوا في بزاف الممارسات سيئه جدا عند الاولاد وعند البنات لان ما دواش معاهم الاستاذ وما دواوش معاهم والديهم وبالتالي ملي ما كندويش معاهم ما كنحميوهمش غير كنخليو لهم بالعكس الباب ديال الخطر مفتوح اكثر داكور الوغ اون با بروند واحد ثلاثه ديال الاسئله غناخذوا ثلاثه ديال الاسئله في لاسال ما عندناش وقت باش ناخذوا اكثر اسئله تكون قصيره الله يرحم الوالدين تكون قصيره بزاف باش نقدروا نجاوبوا عليها بطريقه سهله وسريعه سي بون نقدروا ناخذوا لي كيسيون عاد نجاوبوا عليهم كاملين سمحوا لي شكون اللي باغي ياخذ الاكاسيون من بعد السيد واخ شي داكور يلا تفضل السيد مدام Madame, à vrai dire, on sait tous que la sexualité est une tendance instinctive pour la recherche du plaisir. En fait, tout au long de votre discours, je crois savoir que je conçois en fait que vous parlez des choses, vous donnez des propos, en fait, des causes, des conséquences, d'une manière un petit peu générale, dans des idées, en fait, générales qui touchent plusieurs contextes. Moi, je crois que je pense comment on va s'intéresser à chaque personne dans son vécu, dans ses souffrances, selon sa psychologie, selon son physique en fait et tout, loin des solutions divines et spirituelles. Vous ne voyez pas que c'est là la solution qui est en fait exacte et sûre. Et merci. اولا وقبل كل شيء اشكر الحضور الكريم على الاستضافه واشكر الاستاذه الكريمه وضيفتها العزيزه لا شك انكم تعرفون ان التربيه الجنسيه ليس لها موقع داخل 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 المدارس وهنا اريد من الاستاذه الجليله ان تعطينا ولو نبذه قصيره على التربيه الجنسيه بالنسبه للاباء انا كنا كاب وعندي الان دابا راه كاين بنتي وكاين مراتي جوج بنات بناتي غير كذاك التربيه الجنسيه كيفاش حنا نعرفوا نتحاوروا مع هاد البنات هادو لان للاسف بعد ما حنا ما قريناش التربيه الجنسيه وبغينا كيفاش نلقنوا بناتنا باش ما يطيحوش في واحد المازق في اخر ونوليو حنايا شوفوا كيف تنقولوا ميرسي شكرا كاين شي تفضلي مدام
Salam alaikum. Oui, elle m'a dit question. Seulement une intervention sur parce que vous avez déjà parlé sur la famille patriarcale et vous avez parlé de la virilité. Moi, je veux seulement ajouter ici, sous ce stand, on avait une famille, Rajl Gles, Ochel Lalmra Wakfa, Ouloli Deshda. Elle dit, on donne. Surtout les familles patriarcales, il y a des gens qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire. Je suis en train de se faire. Ils sont partis, pardon. Merci. Quelle est une autre question, la mademoiselle? Bonjour, c'est un point de vue sur la question de pourquoi l'éducation sexuelle n'est pas faite aux écoles et pourquoi les profs ne nous parlent pas sur. Peut-être que la mentalité des étudiants plutôt se diffère d'une personne à une autre. Donc le prof ne sait pas si l'information va être bien comprise partout. C'est ça mon point de vue, merci. Vous êtes étudiante ou professeur? Étudiante. Merci. Alors, merci. Je vais essayer de répondre aux quatre questions que j'ajoute avec eux. Avant de répondre, je voudrais dire merci à un autre groupe qui travaille. Je ne remercie pas. Merci aux traducteurs et merci aux sites qui font des traductions aux gens qui ont des besoins de beaucoup de sommes. وشكرا للسينديهاش لهذه المبادره لان ما كنشوفوهاش بزاف في بزاف ديال لي ستوند خارج حتى لو سيال. غادي نبدا بالسؤال ديال التربيه الجنسيه. بيان سور هو من استاذ الاخر ومن اب الاخر، ولكن هذه كتبقى مقاربات او مبادرات فرديه. يعني غادي نلقاو واحد الاستاذ ولا استاذه ولقيت حالات ديال هما كيديروا مجهود، مثلا داك لي زيكزيرسيس اللي كيديروا الدراري في التلاميذ في الدار باش يجيو يديروا ان اكسبوزي، كيقولوا لهم يديروا مثلا شي حاجه على الحريات الفرديه، على الجسد، على البكاره، على المثليه الجنسيه الى اخره، ولكن ماشي كل شيء غيديرها لان هذه كتبقى مبادرات شخصيه. بحال شي اب او ام غادي يدوم مع اولادهم، وحدين اخرين ما غيديروهاش. حنا محتاجين ان هذا الشيء يكون مؤطر، لان احيانا في مبادراتنا الشخصيه بحسن نيه نقدروا نغلطوا، نقدر نوصل للتلاميذ ديالي واحد الفكره مغلوطه. هنا كنمشي للسؤال ديال الاب اللي سولني، وانا كنشكره بزاف لانه مجرد ان يكون عندنا الوعي باننا محتاجين نتواصلوا مع اولادنا في هذا الموضوع، هذا شيء اساسي. متنو للاسف انا باحثه في علم الاجتماع باش نعرفوا كيفاش نديروا التربيه الجنسيه، خصنا لي بيداغوغ، يعني كي خصنا نشتغلوا مع ناس اللي كيعرفوا كيفاش نوصلوا هذه المعلومه حسب سن معين، حسب بيئه معينه الى اخره. محتاجين اننا تتضافر الجهود ما بين الناس اللي كيشتغلوا على لا بيداغوجي ولا بسيكولوجي والباحثين في علم الاجتماع. يعني انا دوري هو انني نتكلم على الحاجه الاساسيه اللي كاينه دائما في جميع الازمنه، ولكن خصوصا في هاد الوقت. السؤال ديال المجتمع الابيسي، يعني انت شفتي هاد الصوره، ولكن نقدروا نشوفوا بزاف ديال الصور في مجتمع. يعني الا جينا كل واحد يعطي اون بيتيت انيكدوت غنلقاو كل واحد عنده شي حاجه في الاسره ديالو اللي كتمثل هاد الحاجه. ولكن ذكرتيني بواحد الحاجه جديده اللي بدينا كنتجوها وكنتجوها مجموعه من النساء بلا ما يوعاو. الامهات اللي ولاو كيسميو راسهم ام فهد، ام سعد، هي رايحه فرحانه بولدها وكتبغيه، ولكن غادي توصلنا لواحد المساله خطيره اللي حنا ما واعينش بها. في مصر والاردن واليمن ملي كيقولوا داك يا ام خالد راه ماشي اعتزازا بالولد، لانه عيب انه يذكر اسم الام، لدرجه ان لو بروغرام دي ناسيون زوني بور لي فام اعتقد في سنه 2012 او المهم في الخمس او ست سنوات الاخيره دار حمله كيطالب فيها كيقول لك رجعوا لامهاتهم امهاتكم اسماءهم، لانك يعتبر جزء من العوره ديال الام انه ينطق اسمها. هي كتكون بنت فلان ومن بعد كتولي زوجة فلان، ومن بعد اسمها الشخصي ما كيبقاش. يمكن تقلبوا على هذه الحمله في يوتيوب، جيف مام باك هير نيم. الان مجموعه من الامهات كنشوفها هي فرحانه بولدها ودايراها. يمكن هذا يكون مجموعه من الاشياء اللي ولات كتدخل لنا في المجتمع واللي كترسخ هذا الفكر الابيسي، واللي نقدروا من هنا كنتمنى ما نوصلوا لهاش، ولكن اللي نقدروا من هنا واحد السنوات
نوصلوا لهذه المساله ديال ما تبقاش سميتنا ناديه وفاطمه وتولي اسماءنا كذلك عوره وكيخصنا ننتبهوا لها. ما عرفتش ما كنبغيش ندير نفسي في موقع النصائح، ولكن كلنا عندنا مسؤوليه في اننا ننتبهوا لمجموعه من السلوكيات اللي كتنتج لينا هذا الفكر الابيسي اللي كنا كنقولوا قبيله. الام اللي كتسخر بنتك ماشي خدامه على خوها، ما تسخرش عليه، هما عندهم نفس الحقوق ونفس المسؤوليات في الدار، وبجوج بهم خصهم يجمعوا فراشهم. وانتيا كأم الأمهات الاسم ديالك خصو يبقى ديالك، سميتك اللي كبرتي بها سنوات، الحب ديالك لولدك ما خصوش يخليك تسمحي في الاسم ديالك باش تولي أم سعد ولا أم خالد ولا أم محمد ولا شي حاجة. كاين بزاف ديال التفاصيل، ولكن الخطير هو أنه ماشي تفاصيل، أمثلة. الخطير أنه ولينا كنستوردوا أمثلة اللي ماشي ديالنا، وكتزيد تغرقنا في نماذج ديال الفكر الأبيسي اللي هي أصلا ما عندناش. يعني انا جبليه، حنا في البلاد عندنا كيسميو الولد بمو، كيقولوا فلان ولد فاطمه ولا شي حاجه، يعني ماشي الام، الاسم ديال الام ماشي عوره. وباغي ننقلوا من شي مجتمعات اللي اسم الام عندهم عوره، وحنا فرحانين وتابعينهم بلا ما نتابعوا. السؤال الاول راه هو اللي قلنا قبيله انا وفدوى، لانه هو الموضوع ديال التربيه الجنسيه والتنشئه الجنسيه الى اخره، هو كيطرح بعمق سؤال الفرد داخل المجتمع، لان كل فرد عنده مساره الشخصي وعنده اختياراته وعنده. ولكن للاسف ربما هذه يكون هي الخاتمه كذلك ديال اللقاء. الاشكال هو ان احنا كنتكلموا على فرد في بنيه اجتماعيه اللي ما فيهاش الفرد، مازال ما حاضرش. بنيه اجتماعيه اللي فيها جماعه، حكي يقول لك يعني الا فك شي ديفو ديروا في مخبي، يعني ماشي مشكل. يعني حتى بعض المسؤولين السياسيين اليوم كيقول لك الحريات الفرديه راه من حقكم ولكن في فضاء خاص. راه ما بقاتش حريه فرديه ملي كتقول لي تكون عندي غير فضاء خاص. وبالتالي هذا الموضوع اكثر من سؤال الحياه الجنسيه كيطرح لنا مكانه الفرد داخل المجتمع باختياراته اللي ممكن تكون مختلفه على اختيارات الجماعه. سناء غتسمحوا لي، لان كيطلبونا اننا نليبيغيو لا سال. كنشكركم بزاف الحضور ديالكم اللي كان كثيف، وكنتمنى انك على التقديم. مرحبا بك، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء. كنذكركم ان ممكن كاين اون سيونس دو سيناتور، ممكن توقعوا الكتاب في ستاند ديال سي ان دي اش جوست اكوتي هنايا، يعني ممكن تاخذوا الكتاب. وإلى جيتوا تالاخر وما حضرتوش معنا اللقاء كامل، راه كان مباشره في لاباج ديال سي ان دي اش، يعني ممكن تشوفوا اللقاء باكمله. شكرا، ميرسي بوكو، وميرسي مروان دو سي ان دي اش.